قطع الملعب. رجائي عايد مرور وتقدم الى الامام، ترسل هنا الاستلام لعلى الوحدات مستمره، خطر، الله اكبر، هدف للاخطر، الاخطر يتمختر، اذا النجوم تتلعلع، نجوم تتلعلع. في لحظه انقلبت الصوره، الضغط للاخطر رجع بالمطلوب بالدقيقه 69، بالدقيقه 69 هدف للوحدات. لا شيء لشباب الاردن، حمزه الدردور بهدف التقدم، بهدف التقدم للوحدات، وبالتالي الانظار تتجه للجوله القادمه. حتى الان للجوله القادمه، لاحظ الدربكه لدى دفاعات شباب الاردن، بهاء فيصل ومن ثم سعيد وحمزه. هدف للوحدات لا شيء لشباب الاردن. اذن الان الشباب سوف يتخلى هنا من جديد، يطل الاخضر، تلعب ال 18 ولكن رشيد رفيد ابعاد، والهدف الثاني، الهدف الثاني، أزدل الستار عن هذه القمة، والهدف الثاني لعلى الوحدات. حمزة الدردور يعيد الكرة ويظهر للمرة الثانية، وهدفين لعلى الوحدات لا شيء لشباب الأردن، بهدفين يمضي الوحدات، وبالتالي لربما المعنوية انهارت مع هذا الهدف بالنسبة للاعبي شباب الأردن. إذا الوحدات هدفين، شباب الأردن لا شيء. ولاحظنا الكرات العرضية، الكرات الثابتة هي من شكلت الخطورة البالغة. هذه العادة ذكرتها سابقا وأعيدها، رشيد رفيد إبعاد، ولكن هناك بمقربة من حمزة الدردور، والهدف الثاني، هدفين للوحدات لا شيء لشباب الأردن. وشباب الأردن استنفذ التبديلات، وبالتالي الأمور شبه حسمت حتى هذه اللحظة ما بين الوحدات والشباب، تمضي الأمور ولكن بصورة